والله لقد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا الأمر يملكه 12 إماما من ولد علي وفاطمة، ما منا إلا مسموم أو مقتول. الله أكبر، هل نالوا من الحسن ومزقوا كبد القرآن والسنن؟ وهل جعيدة غدرا قدمت لبنا؟ ودست السوء للمظلوم في اللبن لهفي على الحسن المسموم متكئا على الحسين، ودمع العين كالهتني يقرب الطشت والأحشاء يقذفها، والدم يجري بنار السم في البدن ويبعد الطشت في حين مخافة أن ترى العقيلة فيه مهجة الحسن أنا بوجهي هالدهر ما يوم بسام بسام عسن عمري قبل هالعام بسام، ولا شاهد عضيد الحسن بسام بسام، شبدت تمردت وصف جبدي شبدت تمردت وصف جبدي.